الأرواح المعنوية للشعب المصري بعد سنين طويلة من الإحساس والتشكك في إن إحنا ممكن يعني نستطيع. اللي بيحصل دلوقتي إن كل إنسان شغال في مشروع هو دلوقتي بيشعر إن هو يستطيع. ولما بنيجي نفتتح المشروعات ديت للناس وبيشوفوا إن إحنا بنغير الواقع الصعب اللي إحنا كنا موجودين فيه، بيتولد عند المصريين القدرة على إن إحنا نستطيع. ده كان جزء كمان من المستهدف، إن إحنا نحافظ وندعم ونعزز الروح المعنوية للدولة للشعب. لا إحنا قادرين، لا إحنا هنغير، لا إحنا هنبني، لا إحنا هنكبر بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهدكم. وعشان كده حتى في الإجراءات الاقتصادية اللي اتعملت كان هي جزء من تثبيت الدولة. أنا عايز أقول لكم كلنا بنعاني صحيح، بس المعاناة دي لا تساوي شيء جنب المعاناة الأخرى بضياع الدولة. المعاناة ديت اللي احنا بنتكلم عليها ديت لا تساوي شيء جنب ضياع الدولة وانهيارها. يعني القرارات الصعبة دي اتخذت، بس كان الجزء الكبير منها مرتبط بثقة ثقة ثقة حقيقية في المصريين ووعيهم وفهمهم بان هم لابد ان احنا ناخد الدواء المر ده عشان يبقى فيه يوم وغد افضل من اللي احنا موجودين فيه. وعايز اقول لكم ليكوا كلكم كفاءتكم، كفاءة مش بس الجيش والشرطة، كفاءة كل مصري اللي بيخلي باله من صحته، اللي بيحافظ على كل نقطة مية، اللي بيحافظ على اللقمة. اوعى تفتكروا ان ده ما يصبش في بناء الدولة المصرية. لو كل واحد فينا بقى منتبه وحريص على ده لوحده، انا مش بتكلم برضو بس على الجيش والشرطة، انا بتكلم المدرس اللي موجود في المدرسة، الطبيب اللي موجود في المستشفى، القاضي اللي موجود في محكمة، كل دول لو هم بقوا منتبهين قوي ومصرين بجهد ذاتي على ان هم يحسنوا قدراتهم